بصفتنا أباء وأوصياء لطلاب تكساس، نريد لأطفالنا أن يكبروا ويتعلموا. في النهاية، نريد لأطفالنا أن يكونوا ناجحين في الحياة، وأن يذهبوا إلى الكلية، أو أن يكون لهم وظيفة، أو يذهبوا إلى الجيش. مع وجود الكثير من التخبط في الوقت الحالي بسبب جائحة كوفيد-19، قد تكون أكثر قلقاً بشأن مستقبل طفلك، خاصة إذا كان طفلك بحاجة إلى دعم تعليمي متخصص. إذن، ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها للتأكد من أن طفلك يواصل إحراز تقدم حتى عندما تكون الأمور غير مؤكدة؟ أولاً، تواصل مع مدرسة طفلك. هذا العام مهم كما كان في أي وقت مضى. ابدأ بمعلميهم. تمتلك مدرسة طفلك قنوات تم إعدادها حتى تتمكن من التواصل مع المعلمين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو ربما عبر الرسائل النصية. عندما تتصل بمعلم طفلك، شارك مخاوفك، واطرح الأسئلة، وشارك بأفكارك حول أفضل السبل لدعم الطالب. يعد تطوير الشراكة بينك وبين معلم طفلك أمراً مهماً لنجاح طفلك. فيما يلي بعض الأسئلة التي قد ترغب في طرحها عندما تتحدث مع معلم طفلك. ما هي الأنشطة التي يمكنني القيام بها في المنزل والتي من شأنها أن تساعد طفلي؟ ما هي المهارات التي يواجهها طفلي أو يتفوق فيها في المدرسة؟ هل يمكنك اقتراح طريقة سهلة لتوصيل ما يفعله طفلي بسهولة أو إذا كان يعاني من مشكلة؟ بعد ذلك، تأكد من مراجعة برنامج التعليم الفردي لطفلك أو IEP. قد تتذكر من المساعدة في تطوير هذا المستند أن المدرسة قد تشير أيضاً إلى هذا المستند باعتباره من ضمن أوراق القبول والمراجعة والفصل. يسرد برنامج التعليم الفردي أهداف الطالب وخدمات التعليم الخاص التي سيحصلون عليها. ستساعدك مراجعة الأهداف على فهم ما يحتاج طفلك للعمل عليها. بعد مراجعة برنامج التعليم الفردي، اطرح أسئلة حول كيفية عمل المعلمين على الأهداف وما يمكنك القيام به في المنزل لدعم تعلم طفلك. اسأل أيضاً عن المواد والموارد التي يمكن للمدرسة توفيرها. مدرسة طفلك هنا لدعمك أنت وطالبك، بما في ذلك أثناء التعلم عن بعد. إذا لم يكن لديك نسخة من برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك، فتأكد من طلبها من معلمي طفلك أو مكتب التعليم الخاص. يجب أيضاً أن تطلب التوجيه بأسئلة مثل: هل يمكنك توجيهي إلى الأقسام التي يجب أن أهتم بها عن كثب؟ لذلك، أول طريقة لدعم طفلك خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 هي التواصل بوضوح مع مدرسته، لا سيما مع مدرسيه، واستخدام برنامج التعليم الفردي كأداة توجيه لك. لكن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به. بصفتك فرداً من عائلة طالب تكساس، لديك العديد من موارد التعلم في المنزل، ويمكن أن تكون أنشطتك المنزلية اليوم فرصاً للتعلم أيضاً. أولاً، استخدم أهداف برنامج التعليم الفردي الخاصة بطفلك لمساعدتك على التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. أيضاً، إذا كان طفلك منخرطاً في التعلم عن بعد، فستتوفر في مدرسة طفلك حزم التعلم في المنزل. يمكن أن تكون هذه إما عبر الإنترنت أو على الورق. ولكن هناك خطوات يمكن اتخاذها بنفسك أيضاً. إن القراءة معاً دائماً نشاط رائع. الكتب، ولكن أيضاً الإشارات والملصقات وتعليمات الطبخ. عندما تتعلم أشياء جديدة أثناء القراءة، فهذا يبني المفردات. المكان الذي تعيش فيه مليء أيضاً بألعاب الرياضيات المحتملة. عند الطهي أو التنظيف أو اللعب، شجع طفلك على العد أو الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة. ضع الأشياء في مجموعات. القياس، كل هذه طرق لبناء مهارات الرياضيات. إن الذهاب للخارج مكان رائع لاستكشاف العلوم، الطبيعة بالطبع، ولكن لدى المدينة أيضاً الكثير لتتعلم منه. يتعلق استكشاف العلوم بالملاحظة والتنبيه بالأشياء الجديدة. واطرح هذا السؤال المهم: لماذا هو على هذا النحو؟ مع مرور الوقت، قم بتتبع تقدم طفلك. قم بتدوين ملاحظات حول ما يفعلونه بسهولة وما يجدونه صعب، ثم قم بتوصيل هذا إلى مدرسة طفلك. يجب أن تعطيك مدرسة طفلك التعليمات والأدوات لمساعدتك في مراقبة التقدم الذي يحرزه طفلك أثناء التعلم في المنزل. إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه الأدوات أو العملية،
فتأكد من الإجابة على أسئلتك. رصد التقدم هو نشاط مهم حقاً. الأهم من ذلك كله، تذكر أن معلمي طفلك لديهم الخبرة لتعليم طفلك، إما عن بعد أو شخصياً. هم موجودين لتقديم المساعدة والدعم. أفضل شيء يمكنك القيام به هو تزويدهم بمعلومات إضافية للتأكد من أنهم يفهمون تماماً احتياجات طفلك ونقاط قوته ومخاوفه. قم بالشراكة مع مدرستك ومعلميك للتأكد من أنهم يعرفون كيف قضى طفلك هذا الوقت وما تعلمته عنهم. سيساعد العمل معاً كشركاء في التأكد من حصول طفلك على أفضل فرصة للنجاح أثناء تقدمهم في رحلتهم التعليمية.